عدد كبير من النجوم العرب وخاصة المصريين في حفل انطلاق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة واللي بيستمر ل 28 فبراير، وبيشارك فيه أكثر من 600 فنان وضيف من 60 دولة عربية وأجنبية بيقدموا عروضهم على مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة. وشارك في حفل الافتتاح حسين الجسمي ومحمد عبده وأحلام، وقدموا أوبريت الفجيرة تجمعنا بعنوان من التراب إلى السحاب، وضمنت مجموعة من القصائد الوطنية. ودانا كانت هناك، لكن قبلها كيف استعدت أحلام للحفل؟ وكعادة أحلام بتشارك جمهورها لحظات الاستعداد قبل الصعود على المسرح على سناب شات، وظهرت أحلام بكفتان باللون الأخضر مطرز باللون الذهبي مع أكمام واسعة واللي زادت من فخامتها الإطلالة. وبالفيديو كانت أحلام على طبيعتها وهي ماسكة بيدها البخور بشكل عفوي، ونشرت هالفيديو على تويتر. وأيضا بالكواليس وقبل الصعود للمسرح شفناها التقت بحسين الجسمي بفيديو مرح عبرت فيه عن مدى سعادتها باجتماعها أخيرا فيه. تويهك يا الغالي، وديت تويهك حبيبي. آمين. شكرا. شو تاورينك؟ أخيرا اجتمعنا. وظهروا مع بعض على المسرح بصحبة محمد عبدو عشان يأدوا مع بعض أوبريت الفجيرة تجمعنا بحفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة. كيف كان إحساسك وأنت اليوم موجود هون بإمارة الفجيرة؟ أنا سعيد أني أرحب بالجميع في بيتي وعند أهلي وناسي، وسعيد أنه يحضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وأصحاب السمو الشيوخ بهذا الدعم الكبير اللي نحظى به من سموه، ومن فخر كبير أنه نجاح عمل ضخم بهذا الحجم في أرض الفجيرة. والمهرجان استضاف مجموعة كبيرة من نجوم الخليج والعرب، وكان عندنا فرصة أنه نلتقي برانيا يوسف، وشفناها أيضا واقفة بتاخذ صور مع أطفال من معجبينها. رانيا، يعني حتى الصغار بيعرفوكي. انا بحب الاطفال. الله يخليهم. خبريني، ما شاء الله عليك اليوم انا وياكي طقمين لابسين ابيض بابيض، ليه اخترتي اليوم الابيض؟ حبيت ان انا اختار حاجه بسيطه وسيمبل وتبقى رقيقه وشكلها حلو. شو احساسك اليوم عم بتشاركي مهرجان الفجيره للمونودراما؟ مهرجان بالنسبه لي جديد، كنت بتعزم قبل كده في السنوات اللي قبل كده، بس كان بيبقى عندي ظروف شغل وكده فما كنتش بقدر اجي، فمبسوطه السنه دي ان انا قدرت اجي.